تعيش بس نعش وتسمع شي تاني معنا هيك ايه اول ما نسيت افلمهم ونحترم لهم رح تعطينا اخبار رياضية في موسيقى في فن في ادب روحها مطارح غريبة دايما فيها مشاكل بدي احكي عنها هي فرقة بريطانية اسمها IMX المؤلفة من كريس كورنر هو العضو الاساسي واللي بغني واللي الفها بال 2004 وفي ايضا معه جانين جيزونغ البرتو الفاريز وجون هاربر حضرناهم انا وميشيل الاسبوع الماضي باسطنبول هن underground music يعني مش دائما بيعملوا concerts كبيرة دائما الكونسرت تبعهم مش كل العالم عم تسمع فيهم وقدرنا نقابلهم وقالوا لنا يمكن يجوا على بيروت هلا خلونا نسمع مقطع من اخر البوم لهم يلي بعد ما نزل على فكره لانه بعد بدنا ننطر شهر تا ينزل بالاسواق بس رح نسمع مقطع من غنية The Unified Field واذا حابين تشوفون بلبنان حطوا لنا على تويتر وفيسبوك بركي بيصيروا بيجوا الموضوع الثاني بدي احكي عن الفنان السريالي الكبير اكيد عم بحكي عن سلفادور دالي من الجنسية الاسبانية هون بهيدا الرسمة الرسمة اللي عم شوفها انا دالي من المفضلين بارانوياك كريتيك يلي هي يعني انا عم بقول لكم اياها ملخصا بس هي مجبورين لانه اذا بنحكي عن كريتيك يلي معناتها انه الواحد يرسم من العقل الباطني اللي عنده يخلق هالفورس كرياتريس من عقله الباطني ننتقل للصوره اللي بعدها هلا بشو بيتميزوا اعماله الفنيه ريتروسبكتيف لكل اعمال سلفادور دالي واللي حيحكوا هو كان شخصيته كثير خارجه عن المالوف كان ايضا هو كان يكتب كان كاتب وحتى سيناريو وكتاباته لدالي كانت كتير غير مألوفة وعن جد في كتير من الإبداع وكتير من الجنون هون عامل بالعظمة فصحافي وبيعمل كمان بيكتب كوميك بوكس جوساكو من الكتب اللي معروفة أكتر شيء لإله من أبرز الكتب فوت نوتس إن غازا اللي ترجم باللغة العربية كتبه بال 96 وحاز راح سكن بفلسطين وصار يخبرنا قصص الأفراد اللي عايشين هناك عبر الكوميك بوك لما قرر يروح لأول مرة نسألت عن جوساكو لأنه طلع آخر كتاب لإله بعنوان جورناليزم هذا الكتاب بيتحدث عن كذا موضوع سياسي صاروا وعن بعدهم عم بيصيروا عم بيحكي عن الكوكاز والحرب مع التشتشن وهجرة تشتشن والنساء تشتشن بعدين عم بيحكي عن أزمة العراق كمان كله عبر كوميكس يعني صور مرسومة مع بس من الهجرة الغير مش قانونية فهدول شو بنعمل فيهم مثلا هيدا ترجم أكثر من 14 لغة من العالم فيني شوف شيء ما المتحدة وأنا بتمنى كعضو أكيد كلنا نتمنى على آخر موضوع لنا لليوم سينما للأسف حكون هذا الموضوع